تعالوا نروح شوية فن بقى، يعني نروح كده للفن ونروح لمنصة واتشت. منصة واتشت الحقيقة بدأت في عرض مسلسل دواعي سفر، والمسلسل بطولة الفنان أمير عيد، الفنان كامل الباشا، بالإضافة إلى أحمد غزي وجالة هشام وغيرهم. والمسلسل الحقيقة من أول ما نزل عامل حالة نجاح وحالة كده عرض، وأنا بقيت سعيدة جدا بدور واتشت، لأن واتشت بقت تنتقي الحقيقة نوعية مسلسلات وموضوعات تديها بالذات أوف سيزون زي ما بيقولوا بره شهر رمضان، وتبقى المسلسلات كمان عليها جذب ومشاهدات عالية. المسلسل والحلقات مكونة من 10 حلقات. تعالوا كده نروح ونعرف يعني هذا النجاح، وأيضا نشوف ما هو الاختلاف في دواعي سفر. خلينا نروح للفنان كامل الباشا ونعرف مزيد من التفاصيل. مساء الخير. نور يا فندم لحضرتك والمشاهدين كلهم. طيب المسلسل الحقيقه من يعني اول الحلقات عامل رد فعل لطيف وفي مشاهدات عاليه عليه، وانطباعات الحقيقه كلها يعني في صالح المسلسل. يعني رايك ايه وشفت ده ازاي؟ والله اولا ده من فضل رب لله اننا نلاقي القبول عند الناس ونلاقي الاهتمام ده والمتابعه. بالدرجة الأولى الفضل الكاتب، يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى هو الكاتب والمخرج والأستاذ محمد ناير، وده أول عمل هو بيخرجه. هو ككاتب معروف بقاله 10 سنين أو أكتر حتى بيكتب للدراما التلفزيونية، وده أول مسلسل هو كاتبه هو بيخرجه. المسلسل لطيف الحقيقة، الشخصيات جميلة، بيدخل بيوتنا، بنشوف نفسنا فيه، بنشوف احساسنا بالوحده وازاي هنتعامل معاه. صحيح. يعني مسلسل جميل لطيف، واحنا طبعا سعداء جدا باهتمام الناس وحبهم للمسلسل زي ما احنا حبينا الشغل فيه. الحمد لله النتيجه بقت قدامنا. يعني كنتم متصورين انطباع الناس السريع مع اولى الحلقات؟ لانه برضو خلينا نقول الدراما مختلفة بسيطة، فيها طبعا نجوم بس يعني فيهم ناس لسه في أولى الخطوات، فقول لي يعني كنتوا متصورين هذا التفاعل مع الناس؟ والله يعني احنا لما بنشتغل ما بنفكرش هيحصل ايه بعد كده، احنا لما بنشتغل بنفكر هل المادة اللي احنا بنقدمها مهمة للناس ولا لا، هل هتلمسهم ولا لا. النتيجة بقى دي بتاعت ربنا وبتاعت الناس بالآخر، يعني هم طبعًا الناس اللي بيقرروا، هم اللي بيشوفوا وهم اللي بيحكموا وهم اللي بيتابعوا. أكيد. ما كناش بنين توقعات، نحب دايما إن الحاجات اللي احنا بنعملها تنجح. اعتماد مسلسلات معينة على النجوم دي حاجة معروفة في كل العالم، يعني طبعًا بيتهيألي نجاح أي عمل مش مرتبط بوجود نجم أو نجمة فيه، مرتبط بالموضوع وإزاي بينطرح وطريقة عرضه وقد إيه هو بيلامس قلوب الناس. والحمد لله. ويمكن دواعي السفر الناس حست إنها مش قدام مسلسل، إن هي قدام حالة طبيعية. بالضبط. يعني المشاهد طبيعية، التمثيل كده فيه عفوية وتلقائية. تعال نشوف معاك البرومو ونرجع نكمل كلامنا معاك، إيه رأيك؟ طبعا شروط. نشوف معاك البرومو، برومو دواعي سفر. هو انت كويس؟ حابب تقولي ايه اللي مضايقك؟ مش عارف، انا متضايق دي كلمة واضحة، انما انا مش حاسس بحاجة. ايوه يا حبيبتي، ما انت عارف حياتي ماشية هنا ازاي؟ صحابي والمواعيد والست اللي انا اتعرفت عليها. هو انت مين؟ قبطان ابراهيم، جارك ايه؟ مش فاكرني؟ وانا الحقيقه مش فاكر ان احنا كنا جيران. يعني انت عارف ان في حالات اكتئاب كتير جدا اللي بتجيلي في العياده، السبب ورا حالتهم قله احساسهم باهميتهم. مين قال لك اصلا ان انا عندي اكتئاب؟ وانت بتعمل كده ليه؟ كنت عايز انها تطمن عليا، انها تفتكر ان انا عايش ومبسوط وبعمل كل حاجه نفسي فيها. انا حجزت طياره كمان شهر وجايه في اجازه الكريسماس. عايزها تيجي وتكتشف ان انا بقالي 3 سنين بكذب عليها. بقول لك ايه؟ انت عايز تتعرف على هدى رشين ولا لا؟ انت فاكر بجد ان انا ممكن اعرف الدويسه؟ عايز اعرف انت مين؟ انا سامي، مفيش حاجه ثانيه اقدر اقولها لك عنه.
بس واضح من الصور بتاعتك انك بتحب الحفلات والسهرات والفسح وما شاء الله عندك صحاب كتير. انا مستعد لك ان الناس كلها حاسه بالروح ده ومستنيها بس حد يجي يتكلم معاها. نقعد نشتكي من الزحمه طول اليوم في الاخر نروح البيت بالليل نشتكي من الوحده ويبقى نفسنا في ونس. يعني تفتكري ممكن نحاول تاني؟ الشعب مش موجوع بيوجع عن مسؤولية الموجوع لوحده. يا أخي أنا عايش عايش ومبسوط عايز نبفل نفسي وأنا عايش. طب تقعد بزحر على الرمل مش هو ده السند سر؟ لا سر هو قد ليه لأقف بصوم السماء كده وأبص عليك عيش عيش يا عمي عيش كل يوم وكان ما في يوم باشا. هو في حد مد ايده هنا قبل ما اجي؟ البرومو الحقيقه بيبين قد ايه المسلسل طبيعي، حياتنا حياه الشباب حياه الكبار دواعي السفر قصص حياتيه حقيقيه فيها كده بساطه فيها بساطه حياتنا. فنان كامل باشا يمكن ده برضو من الحاجات اللي بتخلي الناس بيتفاعلوا بسرعه بيلاقوا نفسهم جوه الاعمال دي. ده صحيح بس مش بالمطلق يعني في 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 مسلسلات او افلام بتتكلم عن الفضاء وحاجات طبعا طبعا وكمان بتنجح بس يعني يمكن هنا بالحديث عن يعني اعمال الاجتماعيه يعني ده يعني صحيح. احيانا البساطه في المسلسل بتبقى قوه يعني فيها نوع من انواع القوه بتدي له قوه وبتدي له جاذبيه. ده صحيح ده صحيح. المسلسل مكون من 10 حلقات فقط صح؟ صحيح. يعني ليه مش 15 وليه مش 7؟ يعني يعني ليه الاتفاق وصل على 10 حلقات بس؟ والله هو الكاتب لما بيكتب ما بيكونش مقرر هيعمل كام حلقة، بيكون عنده حكاية وعايز يوصلها، ولما الحكاية خلاص بتكتمل عناصرها وبتوصل للناس يبقى كفاية. فالمسلسل ده بيتهيألي الأستاذ محمد لما كتبه كتب الحلقات لغاية ما وصل لنهاية الأحداث من غير بالظبط. فهو حس إنه المحتوى لا يكفي أكثر من 10 حلقات يعني. يعني ما أعرفش يعني لازم نشوف العشر حلقات وبعدين نقرر وبعدين يعني نحكم صح عناصرها اكتملت ولا لا. أكيد أنا بتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله الناس تكمل مشاهدة ويفضل النجاح هو الحليف ومسلسل جديد ينضم إلى واتشت والناس أكيد هتبقى بتتابع وأكيد هتستمتع زي ما بدأوا يتفاعلوا معاكم البداية. الفنان كامل الباشا كل التوفيق لمسلسل دواعي سفر. أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك. زي ما انتوا شفتوا كده فكرة حلوة يعني احيانا بنحب البساطة والمسلسل يمكن الطابع الرئيسي لما هتتابعوه هو البساطة اللي هو شبه حياتنا شبه بيتك شبه شكل البيت بتاعك شبه حياتك شبه التصرف بتاع الشباب كل ده بيخلي الناس الحقيقة تتفاعل مع هذه النوعية من المسلسلات.